وبعدين خلاص ابد تمشي 140 150 ماني بسرع انا 120 الى 140 ما مو بنتخيل يعني انه يعني مثلا بيهتز ولا لا ما شاء الله وثقيل فاذا مسك الطريق مسك. ظهر إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني بشكل غير اعتيادي مرتدياً بنطالة جينز وراكباً على دراجة نارية من طراز هارلي، ما أثار تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كان هذا اللباس يخدم الإسلام، فكيف برر الكلباني موقفه؟ في التفاصيل كتب أحد المغردين للكلباني: صراحة يا شيخ، لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم الإسلام على حد قوله. ورد إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني على المغرد بالقول: يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام حسب قوله. نورتنا والله وشر وكان قد نشر الكلباني تغريدة سابقة قال فيها: كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا، والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا ولو ولج الجمل في سم الخياط. إن شاء الله عطر حبتين يا شيخ عادل، حبتين بالله إينا بداك. وكان قد تعرض إمام الحرم المكي السابق لانتقادات بسبب ظهوره مرتدياً الجينز وراكباً على دراجة نارية في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور الكلباني، إذ اعتبر البعض أنه يتطور للتعايش والانفتاح والسلام حسب قولهم، ناشرين صوراً له في هذا المظهر، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذا المظهر منافي لقيم الإسلام، ووجهوا له الكثير من الانتقادات اللاذعة. يا سلام، أتخيلوا على دباب، الله ما مثله. وهي هنا شيخ عادل لابس الفست حق ابو عبد الله، شوف يا ريجي.